السلام عليكم ومرحبا بمشاهدين قناة ميدي ان تي في. حنا متواجدين دابا في مدينة مراكش باش نكتشفوا المواهب. كلنا حماس، كلنا نشاط، كلنا حيوية باش نكتشفوا المواهب في إطار برنامج وعلاش علاش نسيتينا ماتت قلوب الناس. مدينة النخيل مراكش تميزت مشاركة العديد من المجموعات الراقصة واللي استطاعوا ينالوا إعجاب لجنة التحكيم بالعروض اللي قدموها، وأكبر مثال على ذلك هي هذه المجموعة اللي كتشتغل على الإلكترو دانس منذ 4 سنوات، وكذلك مجموعة أخرى اللي تأسست منذ 3 سنوات واستطاعت بدورها تلفت انتباه اللجنة، ثم المجموعة الثالثة اللي قدموا وصلة فنية كانت في المستوى. بالنسبة للإنترو كان مزيان، يعني بين خدمته شوية الحق ملي كتعملوا شي حركات يعني ديال كل واحد بوحدو كاين شي حركات ما متمكنينش منهم يعني يا فهمتي. المهم نربحوا ولا المهم هي المشاركة ولا كيف؟ المهم نخسروا حيت عرفنا راسنا خاسرين. علاش اصاحبي؟ دابا كدعي لراسك بالمقلوب، كتمنى ان العكس ديال هادشي ولا يتحقق. انت فهمتي. بالإضافة للرقص كالغناء كذلك فردته ما بين المواهب، واللجنة ما بخلتش بتشجيعاتها ونصائحها للمشتركين اللي مروا قدامها. الأسامي هي هي والقلوب تغيرت والسنين رايحة وجاية والأمان تبطرت. اللي راح من العمر راح 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 واحنا ملينا الرجوع. من الأحسن ترافقي الموهبة ديالك بالتعليم. فهاد الشاب مثلا بعد ما برز موهبته نصحوه اللجنة باش ياخذ دروس في الموسيقى. ابعت لي جواب 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 وطمني. هيتام واش عمرك درتي الكونسيرفاتوار؟ الكلام اللي كنقولوه كنحسوا به كنجسدوا، لان الغناء ماشي غير صوت، الغناء هو اداء حضور ديال الاحساس وديال الصوت. من بين الاشياء اللي تفاجئنا بها وصادفناها في مراكش هو هذا الرسام اللي جا من مدينه بني ملال ورسم لوحته على انغام اغنيه مسلم. لو كان الواقع اللوحه لو كنت انا الرسام نرسم شحال من المدرسه اطفال في يدهم الاقلام كل شيء قاري وخدام الاميه غير اوهام. تقدروا نكتشفوا شنو درتي؟ اينشتاين. كذلك كانوا مشاركين اللي تميزوا بخفة الظل وروح الدعابة والكوميديا اللي كتنفرد بها مدينة النخيل، وأكبر دليل على هذا هو هذا المشارك اللي قدم سكيتش بجميع اللغات. لكن النهار خرجت بيان بيا طلعت للسطح زيت الحوايج دوشت مع راسي سخنت مقريش الماء وانا نتم خارج غادي الجامع الفلافل نشربي واحد الكاس تاع وخد نجل. بقيت تنتسنى مع الحرارة 46 تنتسنى قلت لك شي ساعة توقف في التاكسي. قلت له اخو هذا تنبرد فيه الغدا يضب الله هو يوقف. قال لي فين غادي يا سيدي؟ قلت له Bonsoir Sidi, tranquille, je vais aller à la place, combien je vais te donner? Je te donne 50 dirhams, c'est bon. Il a pensé au début que je suis en Paname. On a un jibda, je suis en train.
قلت له تيان عمي قاعد صافيك تو لا بونسيز فحب واش 50 درهم الله يعطيك الخير الله يخلف درجيك. قال لي زكيت معاك اخو 1000 ريال الله يقلك العرض اخويا تمشي تنجنف يا ربي. مراكش الحمراء مازال غنيه بالمواهب والمفاجآت وكتوعدكم بالمزيد. نلقاوكم غدا في نفس التوقيت كونوا في المواعيد. Get back.